وللمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية. دكتور رامي أهلا بحضرتك معنا. هل تستعد إسرائيل لشن حرب شاملة على الجنوب اللبناني وتوسيع دائرة الحرب الدائرة في الجبهات المختلفة؟ برحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني يمكن الممارسات الإسرائيلية الأخيرة اللي حدثت بخصوص تفجير الهواتف اللي موجودة تجاه حزب الله هو فعلا بتنذر بأن إسرائيل بتتعمد فتح بس مش حرب شاملة إنما حرب واسعة الأجل. يعني واسعة الأجل مع مين؟ مع حزب الله. ليه يا فندم؟ لأن الحرب الواسعة مع حزب الله هي في حسباتها إسرائيل عايزة من وراها استنزاف حزب الله، استنزاف قوته. ده واحد. الحاجة الثانية إن تفجير الهواتف هو عمل خلل حقيقي في صفوف حزب الله، لأن هم كانوا بيعتمدوا على الاتصالات من خلال الهواتف دي، وبالتالي توقيت الضربات مع تفجير الهواتف هو استغلال للخلل اللي حدث في صفوف حزب الله عشان يلحق بيه الهزيمة أو هزائم متتالية. الحاجة الثالثة ويمكن الأهم والأخطر من ده كله هو استعادة شعبية بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف عند سكان الشمال الإسرائيلي اللي تضرر خلال الفترات السابقة من الصواريخ اللي كان بيضربها حزب الله في إسرائيل، وبالتالي بعد الممارسات أو رد فعل الإسرائيلي، إسرائيل استردت هيبتها مش بس أمام الشعب الإسرائيلي إنما في أمام حزب الله، وشعبية بنيامين نتنياهو زادت جدا مع الوتيرة المتعلقة بالممارسات الإسرائيلية خاصة عند سكان الشمال. والحاجة الثالثة إن عسكريا بقى واستراتيجيا هو ده نمط جديد من أنماط الحروب الحديثة اللي إسرائيل أعلنت عنه دلوقتي، يعني وهو عامل يعني بالضبط بالنسبة للممارسات السياسية أو الاستراتيجية هو مشابه تماما للي عملته الولايات المتحدة الأمريكية في اليابان بعد ضرب هيروشيما ونجازاكي. لأن المسألة هنا إن إسرائيل استغلت تقدم معين من الأنواع التقدم التكنولوجي في تحقيق الأهداف السياسية بتاعتها تجاه حزب الله. نعم، يعني دي رسالة موجهة لحزب الله. وهل بالفعل يا دكتور يعني حزب الله يعني نقدر نقول أنه هو قود أعماله في الفترة القادمة أو بالفعل حدث إليه شرخ أو ضعف كما يقول المتابعون؟ بص يا فندم، يعني انا حاجه جدا على السؤال ده، لكن الضربات دي هي جديده من نوعها، فبالتالي لازم بالتاكيد حصل نوع من الارتباك في صفوف حزب الله، والارتباك هنا هو بيستغل لصالح اسرائيل. عشان كده المساله هنا ان الرهان هنا على ادراك حزب الله او سرعه ادراك حزب الله للضربات اللي اسرائيل عملتها واستعاده القدره على الرد. بس في النهايه هنوصل لنقطه معينه او نهايه معينه، إن إسرائيل بتحاول تستفرد بكل طرف أو كل فصيل لوحده، وبتستخدم معاه أساليب معينة، أساليب الجرائم أو جرائم الإبادة اللي عملتها في غزة، واستخدام نظام اللافندر في الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف المرصودة في غزة والتدمير بشكل كبير جدا، بقى له استخدام مخالف أو استخدام مختلف في التعامل مع حزب الله، وهو النظام الجديد اللي إحنا بنشوفه دلوقتي في استخدام الذكاء الاصطناعي أو الاختراق السبراني. عشان كده المسألة إن إسرائيل بتحاول تستفرد بكل فصيل بنوع معين من الاستخدام في أنواع السلاح. عشان كده الرهان هنا الرهان حوالين قدرة إسرائيل في مبدأ فرق تسد، وأرجع أكد على نفس القصة دي أكتر من مرة، لأن مبدأ فرق تسد هو اللي بيحقق لإسرائيل أهدافها. هي بتمنح حالة من التكاتف أو من التنسيق ما بين أكتر من طرف، وتستفرد بكل طرف منفصلا عن الأطراف الأخرى. نعم، طب ولكن ممكن هل ممكن يا دكتور رامي إيران تدخل على خط المواجهة؟ ده سؤال ممتاز. بص يا فندم، إيران هي طبعا لسه في أدلة وشكوك حوالين استهداف الرئيس الإيراني في الطائرة، لأن بقى في دلوقتي بعض مراكز الأبحاث اللي بتشير إن هو كان معاه نفس الهاتف الخلوي، لكن خليني أتكلم معاك بمنتهى الصراحة ومنتهى الأمانة. اتفضل يا فندم. مش من مصلحة إيران يا فندم الدخول في صراع مع إسرائيل، لأن الاتنين بيخدموا على أهداف بعض في المنطقة العربية. لولا وجود إيران السلاح الأمريكي ما كانش هيتباع في المنطقة العربية، ولا إسرائيل هتسعى لتشكيل تكتل مع الدول العربية لمواجهة النفوذ الشيعي في المنطقة. هي مسألة أهداف ومصالح، لكن في الظرف الحالي طبعا إيران بتتأثر، لأن أذرعها الإقليمية بدأت تتآكل، حماس من جهة وحزب الله دلوقتي أهو بيعاني، وبالتالي رد الفعل الإيراني حتى هيكون محسوس، ويعني يمكن غير معلش يا دكتور رامي، أنا عايز أسألك على حاجة هنا في النقطة ديت. يعني هل أو يمكن مش عارف السؤال ده يعني كويس ولا لأ، ولكن يعني هل من مصلحة العربية
مثلا تدمير حزب الله؟ ده حقيقي حقيقي جدا على السؤال ده. بص يا فندم، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان في 2009 جامعه الدول العربيه صنفت حزب الله منظمه ارهابيه، وبالتالي ده طبعا بيحق لاسرائيل استغلال الاعلان ده، ان هي ممكن في اي وقت من الاوقات بتستشعر وجود تهديد ليها من منظمه ارهابيه، وبالتالي تقدر ترد باعمال عدوانيه زي مثلا ما بيحصل دلوقتي. وحزب الله للاسف اكد نفس الممارسه دي بالاعتداءات اللي هو عملها على اسرائيل، ده وفقا للرؤيه الاسرائيليه. لكن الحقيقه هنا او البعد الاخر، ان الدول العربيه يعني هتكون تستشعر نوع من الحرج في اعلان تضامنها او وقوفها بجانب حزب الله، لان هيتصور للراي العام العالمي ان هناك دول عربيه بتؤيد منظمه ارهابيه وتدافع عنها. وبالتالي المساله هنا ان اسرائيل يا فندم الوضع وضع حرج للغايه، واسرائيل بتستغله اسوء استغلال. نعم. طيب يعني لو اتكلمنا عن مصر ودور مصر دكتور رامي، طبعا مصر حذرت مرارا وتكرارا من اتساع رقعة الصراع الإقليمي إذا لم يتم احتواء الأزمة في غزة. كيف تقيم أو ترى الرؤية المصرية في هذا الشأن؟ وهل نحن أمام مشهد أيضا يعني مرة أخرى أذكر المتابعين ينذر باتساع رقعة الصراع إلى حرب إقليمية؟ هو طبعا يعني مصر يعني للاسف حذرت من تداعيات الوضع الحالي او تداعيات الوضع اللي هو دلوقتي بيقودنا لحرب واسعه الاجل، لكن المساله هنا ان في فاتوره بتندفع من كل الاطراف. مصر حذرت من دفع الفاتوره دي، دفع الثمن ده، لكن فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه وغزه يعني ممكن اجابتي على سؤال حضرتك بسؤال عكسي، ماذا لو لم تكن مصر بذلت الجهود اللي بذلتها دلوقتي، كان هيبقى ايه موقف الراي العام العالمي من اسرائيل؟ اسرائيل يا فندم عرفت توظف ما فعلته حماس في 7 اكتوبر ان هو اعتداء ارهابي على المواطنين الاسرائيليين، واستشعرت مبدا المظلوميه وحق الدفاع الشرعي عن النفس عشان يبقى كفر لممارسه الجرائم الاجراميه تجاه المدنيين العزل من الفلسطينيين. مصر كشفت الغطاء ده وكشفت خدعه اسرائيل للمجتمع الدولي باكثر من حاجه. استدعت امين عام الامم المتحده على اراضيها، وقدرت تبلور راي عام عالمي مضاد لاسرائيل او فاضح لسمعه اسرائيل، الدوله اللي فضلوا يعملوا ليها سمعه او صوره ذهنيه او مدرك ايديولوجي معين ان هي دوله سلام ودوله ديمقراطيه ودوله صاحبه تقدم علمي واحترام لكافه الديانات والعقائد. الكلام ده كله اتكشف ان هو خدعه، ده واحد. الحاجه الثانيه، حصل نوع من الضغط العام العالمي على اسرائيل في تشويه الصوره الذهنيه اللي تمثل بقى او تجلى او ظهر في المظاهرات اللي حصلت بين العديد من الشباب في الجامعات في العديد من العواصم العالميه حتى في الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي كل ده عمل ضغط على اسرائيل، بل بالعكس اضرها في كل الجهود اللي حصلت خلال العقود اللي فاتت. يعني اكتر من 30 سنه اسرائيل بتعمل صوره ذهنيه كويسه جدا عنها امام المجتمع الدولي. عشان كده دايما بلورت بقى او لعبه ان انا اصنف ان الاخر ارهابي واعتدى عليا بصاروخ فارد عليه بترسانه صواريخ، العالم دلوقتي كله فهم اللعبه دي من خلال اللي مصر عملته وفتح الممارسات والدور العظيم اللي حضراتكم بتقوموا بيه، وفي نفس الوقت اللقاءات اللي بيعملها رئيس الجمهوريه مع الجهات الفعاله، يعني حزب الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحده ووزير الخارجيه الامريكي ورئيس مفوضيه الاتحاد الاوروبي، كل ده بيشكل ضغوط على اسرائيل من جهه. لكن هرجع واقول لحضرتك، احنا الواقع هنا للاسف برضه بيصطدم باستخدام القوه في العلاقات الدوليه. مصر عملت ضغط كويس جدا، بس امام اطراف واحد ان الطرف شايف ان مش هيحقق اهدافه الا باستخدام القوه، والحاجه الاهم والاخطر واللي اكون صريح جدا مع حضرتك، التحرك تحرك مصري منفرد. يعني التحرك لو في تكاتف اسلامي 1-2، تكاتف عربي 3، تكاتف شرق اوسطي مع مصر في الملف ده، الوضع كان اتغير تماما، او المجريات كانت اتغيرت تماما عن دلوقتي. نعم دكتور رامي، أنا بشكر حضرتك شكر جزير. دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، الشكر الجزير لحضرتك، متحدثا هاتفيا لقناة إكسترا نيوز.